أي حننزل الكلمات للجزء الثاني من الموضوع اليوم المدرسي. اليوم المدرسي بالدرس الماضي أخذنا الجزء الأول إلى حد كلمة مكارنة. هسا في اليوم رح نكمل الموضوع وهاي الكلمات مالته اللي رح ننزلها. فسأل تفعلان المغاسل، نتناول فطورنا وننظف أسناننا، نرتدي ونحمل حقائبنا ونودع معا. أنا أعطيتكم معا حتى تعرفون أنه هي ما تكتب نون مثل الطاسي، لا آ وتنوين الفتح. أريد من عندكم هاي تنزلوها للكلمات، كل ثلاث كلمات بورقة، وأيضا تكتبون الجزء الثاني من الموضوع اليوم المدرسي مرتين في دفتر القراءة.